بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نقوم بمعايرة وضبط نسبة الأملاح في خزان الزراعة المائية في الأنابيب، وكذلك ضبط حموضة المحلول المغذي وإكمال ما نقص منه من خلال الامتصاص والتبخر. طبعا احنا لدينا النباتات الان اصبحت بحجم، اصبح معها استهلاكها للمحلول المغذي اكثر من ذي سبق، ولذلك يجب مراعاة انه الاهتمام بمراقبة منسوب الماء ومستوى بشكل يومي وعدم تركه لفترة طويلة. بالنسبة للـ pH الموجود حاليا، هو 6.6، وهذا يعتبر مثالي وجيد جدا في محلول المغذي للزراعة المائية. نسبة الأملاح ألف وثلاثمية وسبعين. حاليا احنا النبات بدأ في مرحلة تكوين وبداية تكوين عناقيد الأزهار، فنصعد معاه بالمحلول المغذي لحين وصوله إلى 1500، حتى نقدر عندما تعقد الثمار ويبدأ بالإنتاج يصبح من 1750 إلى 1800 كحد مطلوب في هذا العمر. بالنسبة لنا حضرنا هذا الوعاء من الماء اللي أنا قايسه ياخذ 10 لتر من الماء. طبعا أقوم بإضافة محلول بي في هذا القدح الصغير الذي هو مدرج في 50 cc. أضيف 50 cc إليه، أقوم بتحريكه حتى ينخلط جيدا وينتشر بصورة جيدة في الماء. نقوم الآن بوضع محلول أي نفس الكمية، هذا المقدار اللي أضفناه راح ينطيني 780 ppm. 780، احنا بالنسبة لنا نراعي عملية تبخر الماء، لان التركيز سوف يستمر بالصعود يوما بعد يوم، فاحنا ممكن تركيز اقل من ما هو مطلوب مع مراعاة عملية التخفيف، لكن انا بهذه الحقيقة اريد ازود فاضيف ضعف الكمية ايضا. الآن أصبح عندنا نسبة الأملاح هي 1100، وهذا يعتبر جيد، يعني لغاية يوم غد نضيف نفس الكمية، خلال يومين ثلاثة راح يرجع. أما بالنسبة للـ pH إله، طبعا الأسمدة اللي أصنعها يعني ذات طابع حامضي هي تقوم بتخفيض الـ pH بالنسبة للمياه، ف
حاليا يعني بعد إضافة هذا السماد أصبح عندنا 6.7، وهذا الحد يعتبر أيضا جيد، يعني لا يعتبر يعني يسبب نقص أو شيء من ناحية العناصر الصغرى، أيضا يعتبر جيد. اللي إخوة اللي ما يقدرون ينتقون جهاز البي اتش بإمكانهم أن يستغنون عنه في حالة اتباع التعليمات والكمية اللي أوجههم بها في هذا المحلول. لكن الآن سوف نقوم بإضافة جزء من حامض الفسفوريك لغرض معايرة هذه السرنجة. تأخذ 1 cc، بعد تحريكه بصورة جيدة راح نشوف القراءة. وهذا أيضا يعتبر حد مثالي وجيد جدا، يعني المحلول المغذي الموجود في الخزان اللي قسته أيضا قرا لي 6، وأنا ما ضايف له يعني حامض إلى مباشر للتعديل، فقط تعديل الكمية اللي أضيفها إلى، فقط أعدلها أسويها بمعدل 9 وأضيفها وأبقى عليها، نادرا ما أضيف الكمية. فهو أيضا هذا يعتبر شيء جيد لأنه يحافظ على المستوى الحامضي الخفيف. الآن سوف أقوم بإضافة المحلول شيئا فشيئا إلى الخزان. طبعا هذه المنظومة مزروع بها الطماطة الكرزية الحمراء وكذلك القرع والبطيخ الأصفر وخيار القفطاء. من خلال التجربة سوف يتضح كمية الماء اللي أضيفها مع كمية السماد اللي أضيفها مع كمية الحامض، يصير عند الشخص خبرة بما يحتاج إليه وضعه هو اللي زرع بي. مع مراعاة أنه عملية التبخر راح تستهلك من الماء فيزداد شيئا فشيئا تركيز الأملاح، فالأفضل أنه يضيف بتركيز أقل حتى يجعل المدى واسع. أما في حالة تم إضافة كميات عالية من المحلول المغذي وأصبح تركيز المحلول المغذي أكثر من 1500 أو 1750، في هذه الحالة سوف يتوقف عن إعطاء السماد المركز ويقوم بإضافة الماء الصافي بشكل يومي لحين أن تنزل عند نسبة الأملاح. هذا بالنسبة لطريقة قياس الأملاح والحموضة وكذلك عملية أو طريقة إضافة المحلول المغذي إلى الخزان. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.